ألوان من القرابين رصت لتقديمها للنهر، فهذا هو مهرجان قوارب التنين في الصين، حيث يتفانى الجميع لتقديم كل غال ونفيس لإرضاء أرواح المياه. مقدم القرابين هو ممثل يرتدي زي الإمبراطور، وها هو ينثر آخر قربان للنهر، لفائف من الأرز في أوراق اللوتس. وتقرع الطبول إذاناً ببدء سباق القوارب. المهرجان تقليد سنوي يقام إحياءً لذكرى يو يوان، عالم أغرق نفسه قبل 2000 عام كما تقول الأساطير احتجاجاً على الفساد. الاحتفالات التي شهدتها العاصمة بكين اجتذبت مئات المشاهدين الذين احتشدوا لمتابعة سباق القوارب بقلوب تطمح في السعادة والأمل.